النهاردة هنتكلم عن موضوع بيشغل بال كل المصريين، من الأسئلة كمان اللي أنا بتسألها بخصوص علاج أورام الرحم اللي فيها بالقسطرة. هل الرحم بيتأثر؟ بمعنى هل الدورة الدموية أو التغذية الشريانية بتاع الرحم نفسه بتتأثر بعد العلاج بالقسطرة؟ أنا بحب أطمن الجميع، لا، ما بيحصلش الكلام ده. ليه؟ لأن إحنا قبل الحقن بنعمل خريطة شريانية، بنوضح، بنشوف الشرايين اللي بتغذي الورم، وبنخش فيها بأساطر دقيقة متناهية الصغر، وبنسيب كل الشرايين اللي بتغذي بقية الرحم. فالحقن بيتم في الأورام اللي بتغذي، في الشرايين اللي بتغذي الورم بس، ملناش دعوة بالشرايين السليمة اللي بتغذي بقية الرحم، فما فيش مجال ان الدورة الدموية او الرحم يتأثر بعد الحقن.